جاء في حديث مس السماوات السبع عند الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلة. هذا الكرسي إذا قلنا بالسماوات والأراضين فإنها تعد شيئا يسيرا بمثابة الحلقة الحديدة في أرض الفلة. هذا الكرسي. وما الكرسي عند العرش إلا كحلقة ألقيت في فلة. سبحان الله. إذن كيف بالخالق عز وجل؟ لا يستحق أن يعبد وأن يتوكل عليه.